السلام عليكم اصدقائي عشاق الدراجات النارية. اليوم غادي نديرو ريفيو للتاي ماكس 560 موديل 2020 توك ماكس. بسم الله على بركة الله. ودابا غادي نبداو الفيديو تاعنا على تي ماكس 560 موديل 2020. بالنسبة لهاد تي ماكس الخوت انها تشريت جديدة، والفيديو تاعها انبوكسين تاعها حطيناه في الشين وغادي يطلع لكم دابا في الفوق. السلام عليكم عشاق وعشاق الدرجة النارية. قبل ما نبداو الانبوكس تاع تي ماكس 560، نسيت انكم تشتركوا في قناة تاع تي ماكس ريدر اللي غادي يبدأ يحطكم فلوقات بتي ماكس 560. بالنسبة لهاد الصوت هذا ماشي الشكمة اللي كتجي معاها، بالنسبة لهاد الشكمة ماشي ستوندار، الشكمة مبدلة، الشكمة اكرابوفيتش. ودابا غادي نخليكم مع واحد السينيماتيك خفيف وغادي نوريكم البو اللي راكب ليها.
اللي كاين الميني يلا نضرب على الميني. وبالنسبه دابا نتعرفوا على الميني تاعها. بالنسبه للكونتاكت ما فيها كتخدم بخاصيه المفتاح الذكي. وبالنسبه للميني تاعها قريب للدي اكس قول بحال. وبالنسبه لنا عندنا الخاصيه الاولى هو اللوفيات، وهنا الكوسان كيسخنوا، يعني كيسخنوا بجوج. وبالنسبه لنا باش كتعرف الكيلومتراج وكتعرف شحال كونسوماسيون كيكونسومي. وبالنسبه لنا الباربريز او الجاجه اللي كتطلع وكتهبط كنجمو كما غتشوفو دابا. بالنسبه لاخوانا البطونه تاع الفار والكود يعني تاع الضوء، وكما كتشوفوا هذه تاع الميني باش كتبدل الميني، وهذه اللي فوقها تاع باربريز يعني تاع الجاجه باش كطلع وتضبطها، وهذه باش كتسد الموتور وهنا كتشعلو. وبالنسبه هنا كاتسينيال ديك اللي تحت باش كديماري، وهذا البطون تاع كوب كورون كما كتشوفوا. هادو هما المرايات، يعني المرايات كي اللي هما عطوا وضوح رائع، يعني داك اللي جاي من اللور كيبان لك مزيان انا الكونتور. وبالنسبه للاخوان هذا هو كوفر تاع تي ماكس 560، يعني بحالو بحال تاع تي اكس لوكس ماكس، يعني بحال 530. كما كتشوف انك تهز كاسك وتحط شي جاكيطه ولا شي لعبه اخرى كما كتشوفو كبير. بالنسبه لنا بلاصه ليسانس، بالنسبه ليسانس كاين شي 15 لتر. بالنسبه للاخوان الثمن تاع تيك ماكس يعني ما بين 15 مليون ونص حتى 16 مليون. بالنسبه لنا خفيفه في يعني خفيفه في الصوبه نتاعها، بالنسبه كسيري فراني. بالنسبه ما كتسخنش، يعني فيها 4 تاع مبردات تاع الماء. بالنسبه للماكينه انجكسيون يعني ما كتاكلش بزاف ليسانس، يعني كتاكل من 4.5% حتى 6 يعني على حسب السكر. وبالنسبة لك ديما كتفوت 40 كيلومتر في الساعة يمكن انك تاكل حتى 3%. وبالنسبة للوزن تاعها 220 كيلوغرام، يعني 220 كيلوغرام خفيفة. بالنسبة للهيكل تاعها من الألمنيوم، وكما قلنا انها كتهز 15 لتر يعني هو ايرون سانك. وبالنسبة باش انك تسوق محبوبة الجمهور هي تي ماكس 560 و 530، يعني خصك بيرمي أ، يعني خصك تكون عندك 18 عام الفوق باش يمكنلك انك تدوز بيرمي أ. وبالنسبة كما كتشوفو يعني مرايات كبيرة كتشوف كبيرة رائع. وما تنساو كما ديما جيم كومونتير بارطاج، ونتمنى انه يعجبكم الفيديو، وشكرا لكم على المشاهده.